الملف الأهم بالنسبة للإيران حالياً واللي هي تمس أيضاً أن حياة المواطن الإيراني هو الجانب الاقتصادي أو الملف الاقتصادي. زين شلون تجي تعالج الملف الاقتصادي أنت؟ الملف الاقتصادي يعني على الرغم من أنه يعني اللي لاحظته بالمناظرات للمرشحين أنه صح هناك مشاكل داخلية تتعلق بمثلاً اختيار الكفاءات، اختيار يعني المؤهلين، اصحاب الاختصاص، وهذا ما ذكره خاصه نركز عليه يعني واللي هو جزء يعتبر جزء من برنامج الانتخابي اللي هو السيد مسعود باعتماد يعني هذه المؤهلات لتولي المناصب وليس المحسوبيه والمنسوبيه كما ذكر. ولكن رغم ذلك يعني رغم انه يعني انه الوضع الاقتصادي يطلب اصلاحات داخلية، ولكن أيضا إحنا مثل ما ذكرنا أنه مرتبط بملفات خارجية اللي هو مرتبط بالعقوبات الاقتصادية.